السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه لايم واير، ده موقع فيه حاجات كتير جدا من الذكاء الاصطناعي، في حاجات خاصة بالصور وحاجات خاصة بالاوديو، وقريب هيكون في حاجات خاصة بالفيديو. الصور ممكن تقول له كريت ايمج، تمام؟ طيب ممكن تقول له اديت ايمج، تعدل في الصورة، ممكن تقول له احذف الباك جراوند، ممكن تقول له انا عايز اعمل اوت بينتنج ايمج، يعني هديك صورة وانت تخيل ان احنا صورنا الحاجات اللي حواليها، تخيل هيكون شكلها عامل ازاي. فبيديك شوية إمكانيات، ممكن تعمل تبديل لجزء معين من الصورة، ممكن تقول أب سكيل إيمج، يعني هديك صورة وأنت كبرها بس من غير ما تأثر على الجودة بتاعتها. فكل دي إمكانيات حلوة جدا في الصور. طب تعال نشوف الأوديو، ممكن يعمل لك ميوزك، هتعمل ميوزك خاصة بيك أنت ملهاش حقوق طبع، ممكن إيمج تو ميوزك، تمام، تديله صورة وهو يعزفها لك. أنا مفهمش في الموسيقى فمش فاهم الفكرة تعمل إزاي، بس أنت تديله صورة وهو يعزف لك الموسيقى بتاعتها. انا مش عارف لو رفعت له صورتي ممكن يعمل ايه، يعمل طبلة بقى ولا ايه، الله اعلم. طيب دي من ضمن المزايا. طيب خلينا نقول له مثلا مان اون ذا مون، هو لو ادينا اي موسيقى انا مش هعترض، يعني مش هقول له غلط ولا بتاع، ما اعرفش. تمام، بيقول لي هي تقريبا ممكن تاخد 15 ثانية عشان يبدأ يعملها. عمل لي موسيقى اهي، معرفش ايه علاقتها بالمان ولا ايه علاقتها بالمون، بس هو ده اللي ظهر لي يعني. تمام، طيب ففي شوية مزايا حلوة في الموقع الجميل دوت. زي اي موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي، هو بيديك ان انت تجربه، بيديك نقط، واول ما بتخلص ممكن تشتري بقى نقط تانية او تعمل ايميل جديد. يعني انا غالبا لما موقع بيعجبني بعمل كذا ايميل، لو انا فعلا بستفاد منه في شغلي بشتري، تمام، لان ما دام هو هيكسب من فلوس ليه ما ادفعش جزء من الفلوس ديت للموقع ما دام هو هيوفر لي وقت. طيب ممكن تقول له انا عايز مثلا موتوسيكل اون ذا سيتي، ونشوف هيعمل لنا صورة ازاي. دي صور ده انا كنت عاملها قبل كده لسه، مش هي دي اللي عمل. تمام، هو معاك بيديك نقط، كل صورة بتعملها بتكلفك نقط، ماشي. طيب انت ممكن تقول له انا عايز 4 صور، فيبدأ يعمل لك 4 صور مرة واحدة بالشكل اللي انت عايزه، فهو بيقول الحساب بتاعي خلص. تمام، اهو دي النقط اللي تحتك اهي.